انا بس عايز عشان ما انساش ارجع بس ثاني لمباراه الارجنتين، عايز اعلق على حاجه برضو انا حقيقه استفزتني جدا لما تشوف صوره مارادونا. لو برضو الاعداد استاذنك الاعداد يجهزها لنا، نشوف صوره مارادونا بعد المباراه. شوف ازاي البكاء اللي بكاه مارادونا. خد بالك اللي شاف المباراه هيلاقي مارادونا حتى قبل بدايه المباراه ما تبتدي ازاي بيحمس الجمهور كله في الملعب، بيشجع بالرغم انه عارف ان ميسي لو جاب كاس العالم كل العالم ضمنيا هيعترف ان ميسي هو الافضل في ايه في التاريخ. مظبوط، رغم ان هو يعني ناس كنت كامل ان مارادونا الافضل، لا في التاريخ، لكن مارادونا نفسه عايز الارجنتين تاخد كاس العالم وعايز ميسي. هو بس الافضل ايه يعني؟ اصل دايما كلمه الافضل دي انا بعتقد ان الافضل مهاريا، لا هو في مصطلح كده دايما في الفتره الاخيره بيتكلم عن ان ميسي هو الافضل في التاريخ، بغض النظر مش هنخوض في تفاصيلها هو مهاريا او لكنه بالانجازات اللي حققها. اصل هو لو مهاريا يعني الناس كانت انه حقق كل الارقام وكل البطولات ولكن يكفي حاجه يعني تنقصه حاجه واحده بس وهي كاس العالم، وان كاس العالم دي هي اللي بتفصله عن انه يكون بالارقام وبالاهداف بالاضافه للمهاره هو الافضل في التاريخ. اللي انا عايز اوصل له لايه؟ ان مارادونا بالرغم انه عارف ان الناس كلها بتقول ان ميسي بينقصه بس كاس العالم عشان يبقى الافضل في التاريخ، كان بيشجع ميسي وبيشجع او بيقود المدرجات كلها، ولما خسر الارجنتين بكى. انا عايز اقارن هنا ما بين موقف مارادونا وبين كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني طالع في شفنا له فيديو يعني انتشر في يومين اللي فاتوا بعد هدف صلاح اللي سجل، قد ايه بيضحك وبيهزر وبيقول لك تاني واحد سجل جون في كاس العالم، وشفت له فيديو وهو بيضحك وبيقول برضو فيديو كان قبل المباراه يعني كان من يمكن حوالي شهرين ثلاثه كان نزله هو عامله سيلفي لنفسه وبيضحك وبيقول الاسطوره بتستمر ومحدش غيري يسجل هدف. هو اول ما نسجل في كاس العالم ومش هو اصلا اول ما نسجل، دي نقطه ثانيه كمان، لكن انا بتكلم في كابتن عبد الرحمن فوزي اعتقد طبعا مظبوط هدفين في 34 مظبوط. يعني لو احنا بس هنتكلم بالتاريخ، لا هو اول هدفين كابتن عبد الرحمن فوزي، بعد كده عشان الدنيا طالت قوي فالناس ساعات بتنسى، فبعد كده بقى الكابتن مجدي عبد الغني الهدف اللي احرزه، ودلوقتي محمد صلاح، فاذا الكابتن مجدي عبد الغني لا هو الاول ولا هو الاخير. مظبوط، لكن انا بتكلم في فكره ايه؟ ان انت خد بالك اولا انت ما تنساش ان مارادونا مش مسؤول في الارجنتين لا في اتحاد كوره ارجنتيني ولا لقب المنتخب. ده هو كده مشجع. مشجع. في الوقت اللي كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره، يعني المفروض يكون اكتر واحد زعلان ان عارف المنتخب ده لو خرج انت واحد من المسؤولين اللي هتساله، المفروض تتحاسب. لكن ما فيش تقريبا عندنا حساب في مصر، فهو مش فارق معاه، بالرغم ان زي ما بقول لك مارادونا بيبكي رغم ان هو مش مسؤول لكنه حب الوطن خلاه يبكي. انت كابتن مجدي عبد الغني انت مسؤول في اتحاد الكوره؟ لا ما هو مش قلقان، هو معاه ورقه في جيبه. انت 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 بتضحك وبتتكلم كل ما بيتكلم في اي حته ما حدش جاب جون. طب ده عايزك الحاجه، هو مارادونا مش جاب جون في كاس عالم، مارادونا جاب كاس عالم نفسها. بالظبط، جاب كاس عالم نفسها. لا يعني بتقارن ايه بايه؟ منها هدف يمكن كلنا طبعا نفتكره في الانجلترا. لا 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 بتقارن ايه بايه؟ ومع ذلك زي ما بقول لك عايز ميسي يجيب كاس العالم برده في الوقت اللي انت كابتن مجدي. لا يعني دايما الاهتمام وبتركز على فكره لا ما حدش جاب جون غير كابتن مجدي، مصر خسرانه 3 وهو بيضحك. وبعدين خلينا بس نتفق على حاجه، دي حاجه برضه في نظري، هو استفاد منه على قد ما استفاد، ما خلصنا بقى خلاص يعني. هي الحكايه هو خلاص اسمه مكتوب في التاريخ والى اخره كل الكلام ده. كنت بقول لك ايه عشان الكلام ده اصله بيضايقني مش عايز اتوقف عنده كتير، لكن ما تيجي نشوف انا عندي خبر له علاقه